جاد. انت عطاتي او ماي جاد. او ماي جاد. اوبن ذا دور. اوبن ذا فاكينج دور. او ماي جاد. يو ذكي يا ابن الهبلة. ذكي. ايه ده يا سلمى؟ هو ماله متجنن كده ليه؟ اهو طول الليل كده بقى يا ماما شخير وبيكلم نفسه وما بعرفش انام خالص. حرام. قولي لي يا سلمى ايه اللي هو حاطه في وشه ده؟ الظاهر كده عنده مرض جلدي. ده ما بينامش غير لما يدهن كميه مراهم رهيبه. يا دي الخيبه، يبقى اكيد معدي يا حبيبتي. يبقى خلي بالك بقى على نفسك. المهم سيبك من الكلام ده، طمنيني عامله ايه مع جوزك. يا نهار ابيض. اه والله يا ماما. معقوله الكلام اللي بتقوليه ده يا سلمى؟ صدقيني يا ماما ده حالته صعبه قوي. حتى اليومين اللي فاتوا دول عمال اغير له في قمصان النوم، احمر اصفر اخضر، احمر اصفر اخضر، لما بقيت عامله زي اشاره المرور. يا خيبته وما تاثرش خالص. لما جيت اساله مالك؟ فيك ايه؟ زقني وكان هيضربني. بقول لك ما حصلش حاجه خالص. يعني ايه؟ يعني اللي انت فاهمه يا فؤاد. يظهر بقى ان حازم جوز بنتك ده مش تمام. مش تمام؟ حازم ده جري وشكله راجل قوي. انت عارفه حركات بنتك، اكيد هي اللي بتصده. لا انا شفت بنتي لابسه قميص نوم يحرك الجبل. ويا عيني يا حبيبتي لما حاولت تتكلم معاه وتعرف ايه مشكلته اتعصب عليها وكان هيمد ايده. لا كده ما بديهاش بقى. الواد ده لازم يفضل تحت عيني ونعرف مشكلته ايه. مبروك مبروك يا ولاد، مبروك حازم. مبروك يا ابني. مبروك يا بطل. ما شاء الله عليكم حلوين حلوين، واضح ان انتوا قضيتوا شهر عسل بجد. يا ريت. بقول لك ايه يا عروسه، احنا بيتنا جاهز لاستقبالك. بعد اذنك يا بدران انا عندي اقتراح. ايه؟ ايه رايكم يا اولاد تكملوا شهر العسل عندنا في البيت؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، بس اللي يشوفه حزومي. انا بصراحه بقى عندي مانع. اقصد يعني احنا قضينا يومين حلوين قوي هنا كفايه، وبعدين اصل البيت وحشني. وبابا انا ما وحشتكش ولا ايه؟ انت وحشتني يا بابا. وحشني. ان كان بقى على بدران بي هو كمان ياخد اجازه ويجي يقعد معانا كام يوم. بجد بجد يا بدران بي المنصوريه عندنا الجو فيها تحفه، ولا انت بقى مش عاوز تبقى واحد من العيله؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. أكلك تعب قوي مدام شهيرة. يعني إحنا عادة بناكل أورجانيك فود ومحسوب بالكالوري، لكن مفاجأة بقى، سلمى بتطبخ هايل. بجد يا سلمى؟ آه دي هواية كده يا أنكل. لا لازم تدوقينا في يوم. تدوقنا إيه يا بابا؟ ما تقدر، ما تقدر أحسن تسمينا ولا حاجة. قول يا حازم شكلك هفتان. حازم ركز في الحمام، ده مفيد جدا يشد العصب. حمام. حاضر يا عم. حاضر. كل جرجير، ده مفيد جدا. يا عم انا تقريبا من اول القعده اكلت غيط جرجير. غيط جرجير. كل. حاضر يا عم. طيب انا هقوم بقى عشان اتفرج على الماتش. ايه يا سلمى حبيبتي، معقوله تقومي وجوزك لسه بياكل؟ انا اسفه، ده بعد اذن حزومي طبعا. يلا يا جماعه هنشرب الشاي في الجنينه، انا عامل حته خلوه هتخلي اعصابكم ريلاكس. التماسيح دي انا جبتها من الهند. العلماء اكتشفوا ان الفصيله دي عضتها اقوى من عضه الديناصور 100 مره. هو باين باين. واكتشفوا كمان ان اللي يجي جنب بنتهم يقطعون اسنانهم. طب واللي يجي جنب ابنهم بابا فين امه؟ وهتورط ابوه ليه؟ انت مالك؟ ما جايز خلفتهم كلها بنات. يلا من هنا. يلا يلا يلا. ده بقى الضب المصري لسعه من ديله بألف كرباج. على فكرة حماك ده يا إما ساد يا إما أهبل. إيه رأيكم؟ حاجة جميلة مش كده؟ هي جميلة بعقلي يا فؤاد. قول لي هي دي الخلوة بتاعتك؟ طبعًا. أنا لما أحب أهدي أعصابي آجي هنا في وسط التعابين والتماسيح. أمال لما تحس توتر بتروح فين؟ الدريم بارك؟ إيه ده حكيت أبو لهب دي؟ أيوه أيوه. بقول إيه؟ يا ريت تخليكم أنتوا الاتنين هنا تهدوا أعصابكم وأنا هروح ألبس طاسة الخضة في الأوضة. قول لي يا حازم. أيوه عمي. أنت أعصابك متينة ولا في حاجة مأثرة عليها؟ أنا أعصابي زي الحديد عمي، بس أبوس إيدك نمشي من هنا. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادرة. دي مثلاً اسمها الزنبقة السوداء. عمرك شفت زهرة سوداء؟ لا. هذه ثمنها 10,000 دولار. أوف. إيدك. إهدى.
قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت متاكد ان اعصابك حديد؟ عمي انا اعصابي كويسه والله العظيم. شوف يا بطل، ليك عندي هديه زنبقه لو جبت لي بيبي صغير. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي، هي بنتك المصون سلمى. ده البيس والبروس الجديد بتاع عندي عملوه الابارسه، اولاد الابارسه مش عايزين يصدروه، مش عايزين يصدروه. ده البيس حلو جدا. ايه ده انت لسه صاحي؟ اضرب بقه كمان، بس اضرب بقه كمان. ايه اللي مصحيك؟ تعالى فيلم لذيذ قوي. لا والله بيضحك موت. والله عندك حق بابا، الواحد محتاج يفصل من بيت الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده. اضرب. ينفع؟ اضرب يا الحق. بقوا ثلاثة. سمعنا صوتكوا، قلنا نيجي نقعد معاك. اهلا اهلا. وانا بقى جايبه لكم فيلم يتجنن، مش هتنسوه في حياتكم. طب شغلوه لنا بقى يا ماما، ولا بلاش بلاش، ليكون حازم عاجبه الفيلم ده ومتابعه. لا 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 براحتكم، ده حتى الفيلم مش قوي يعني. اتفضل. اوكي اوكي هتنبسطوا جدا. بابا. نعم بابا. يلا بينا بابا قبل ما يتحولوا ويأكلونا. يلا بينا. ما هيتحولوا ساعة كده. يلا. لولا ان احنا اصحاب انا ما كنتش جيت لك، زي ما انت عارفه اصل الموضوع حساس قوي ومحرج خالص. لا ولا محرج ولا حاجه يا حبيبتي ابدا، انت عارفه الموضوع ده بيحصل دايما في بدايه الجواز. طب انت مثلا ما حاولتوش تقعدوا معاه؟ جايز عنده حاله نفسيه، او جايز كمان انه متوتر شويه، واحتمال كبير قوي يكون في حاجه مضايقه. انا فعلا اتكلمت معاه بطريقه غير مباشره طبعا، ما اعتقدش ان عنده مشكله نفسيه. تبقى اكيد مشكله عضويه، وفي الحاله دي بقى احنا دكاتره الذكوره بندي المريض الاول في البدايه حبوب هيربر سترونج ميديسن، على فكره بيقولوا عنه قوي جدا جدا جدا. ايوه بس انا ما اقدرش اقول له خد حبايه كده على طول، بقول لك موضوع محرج جدا. ايوه ما حدش هيقول له كده ابدا ابدا، بس ممكن يعني يا فؤاد تحطه له في الشاي، او حطه له في العصير، او احتمال كمان تحطه له في الشوربه. يا سلام بقى لو كانت شوربه كوارع دسمه كده، تاثيره هيبقى سحري. كوارع يا بتقول لك مفعوله سحري. متشكرين قوي يا دكتوره، احنا هنتصرف. تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. اربار يا حبيبتي. اربار. دكتوره هو اي حد ممكن ياخد الحبايه دي؟ اوعى يا فؤاد انا بحذرك، الموضوع ده في سنك خطير جدا، له عواقب وخيمه قوي، احتمال جلطه واحتمال كمان. الله عليك، فكره جنن. انا فعلا من زمان نفسي قوي في الاكله دي، بس ما جبتش مدام شهيره وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتتقرف منها. على صحيح عمي، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده أحسن واحد في مصر يعمل لحمة راس. اتفضل. جبت لك شوربة كوارع مخصوص يا فؤاد باش عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش يا عمي انا ماليش بشرب الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شرب الكوارع. انا شربتي جايه طوعني، مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بس ناس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين، الشوربه اهي. ايه الصوت ده؟ انت اللي حتدخليني النار.
عنايات. اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، الساعه داخله على واحده. معلش اصل انا شربة كوارع مسخناني قوي وتعبان شوي. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو تفس هو كمان. اتفضل يا باشا. جتني؟ بتعنات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيبه بوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده؟ عيب كده. استني عيب كده، انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي، انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي عيب كده يا بنت، واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ لما هي دي المعجزه يا بنت، اسمعي كلامي، تعالي راحه فين؟ تعالي بس هاتي بوسه. انت ما تعمليش. يا لهوي افهمي. لا يا بنت كده، يا بنت وطي صوتك يا بنت كده. نقدر صديق ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه المراهقين يا بابا؟ اهدى اهدى اهدى، ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا علاءات، بابا في سن الياس. معلش يا شير، ده انا في قمه مجدي. خلاص علاءات، حقك حقك علاءات، علاءات خد خد علاءات. معلش حقك علاءات، حقك علاءات. انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطلب بخاطرها. قول لها قول لها قول لها يا بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيت فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنت الناس برضك يا بيه، كله إلا كده، أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتِ قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتصلب شرايين. إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي انا اجيبها منين دلوقتي؟ انا اعتقد ان بنتك على طول شايلها معاها علشان التمرينات. انا عارفه انها ممكن تكون في الحمام اللي تحت، انا هروح اسالها وانت انزل دور في الحمام. يا بابا ايه الاخبار دلوقتي؟ افتكري التلج ده هيجيب نتيجه. هيهديك شويه هيهديك شويه، حاسب ايه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عماله تزيد نار نار. يا بابا ده انت شويه وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين جديد. لا يا بابا انت حتى جه مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا اجمد شويه، اجمد ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبه مصيبه. احنا مش بنتنا، احنا مش بنتنا، احنا مش بنتنا يا بابا، هنتفضح. دلوقتي يا بدران عمي، انت مين اللي قال لك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكيت لي. ادي الفضايح، ادي الفضايح، ادي الفضايح. معلش يا فؤاد، شربة الكوارع دي كانت فكرة منيلة. ما يهمكش ما يهمكش، الشربة برضو عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنة هتريحك خالص. حقنة ايه يا عمي؟ ثانية واحدة. ايوه الحقنة اهي، حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي، هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا. يا نهار اسود. لا ايه ده ايه ده؟ يوه طب بص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، كل الزعاني او الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده، انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقنه السكر؟ هو في حقنه السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت يا بابا. قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا، ما تيجي اطلقها ونخلع من لنا السود اللي احنا عايشينها. نعم اتجننت. والقرض كمان في مشكله، رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان